رح ننتقل ليوسف المشاقبة من جديد ونصبح عليه ونحكي له صباح الخير. صباح الخير مجددا، تحديدا من روضة الأمير محمد في دير الكهف في محافظة المفرق في البادية الشمالية الشرقية. هذه هي المنطقة التي تتميز بموقع زراعي وإنتاجي، وأيضا مع هذه الموسم المطر والحمد لله مواسم الخير لابد من الحديث عن دور الجمعيات والهيئات في إقامة المشاريع الزراعية. نحن الآن موجودون في جمعية عناقيد الخير التعاونية، هذه الجمعية التي استطاعت من خلال تنفيذ بعض مشاريع الإنتاجية. صباح الخير، نتعرف عليك. هلا، صباح الخير. نزال سيد كسابل سعيد، رئيس جمعية عناقيد الخير التعاونية. تحدثنا عن تأسيس الجمعية، أهمية وجود جمعية تعاونية في هذه المنطقة. سيدي، الجمعية تأسست عام 2002 بمبادرة من الشباب من هنا على التعاون، وتأسست لحد الآن وتنتج هذه الجمعية مشاريع جيدة. أول مشروع تنتج عندنا من 2002 مراكز النحل. عندنا 25 خلية نحل لحد الآن قائمات المشروع. جاتنا مبادرة من الديوان الملكي الهاشمي ب 85 خلية نحل. يوم الأحد يوم الاثنين الماضي قابلت مدير الصندوق الهاشمي وأعلن عن الجمع، أعلن شراء الخلايا، و 13/12 فتح العروض لاستلام الخلايا. هذا المشروع مبادرة من ديوان الملكي الهاشمي ب 5/8/2012. اجتمعنا بالديوان الملكي الهاشمي مع رئيس الديوان وسمو الأميرة بسمة بنت علي، وقررنا المشروع من هناك في بهذه المنحة، وكانت المنحة ممتازة جدا. ونشكر الديوان ونشكر رئيس الديوان ونشكر جلالة الملك عبد الله بن الحسين على هذا المشروع. نعم، شو أهمية هذه المشاريع؟ توفر فرص عمل. شو أهمية المنطقة دير الكهف إنك تعمل فيها مشاريع؟ هذا المشروع يوفر فرصة عمل لأكثر من 5-6 أفراد. هذا المشروع يخفر 5-6 أفراد من هذا المشروع. مشروع ممتاز جدا، ينتج عسل، رايحين ننتج عسل ممتاز جدا، ورايحين كمان نعمل تكاثر، نعمل 50 خلية لإنتاج العسل، ونعمل 50 خلية لا زيادة المشاريع. الله يعطيكم العافية. نلتقي الآن أيضا إلى أحد القائمين على هذه المشاريع. يعطيك نتعرف عليك. الله يعافيك. زيدان المسعيد، سكر روفة الأمير علي، جمعية عناقيد الخير، من الصندوق. طيب، هاي دير الكهف المناطق ما شاء الله نجد هاي المشاريع. تحدثنا نحن الآن أحد المشاريع، شو هذا المشروع وهميته وشو المشاريع اللي بتركز عليها الجمعية؟ هذا المشروع جانا منحة من الصحراء الذكية، بيوت بلاستيكية. مشروع الخيار هذا مربح ومجدي وأيدي عاملة عليه، وقمنا بالتسويق للمشروع هذا على المجتمع المحلي، يعني نعتمد المجتمع المحلي قبل محلات الخضروات والمحلات التجارية. نحب أنه المجتمع المحلي يستفيد من المشاريع هاي. هذا المشروع الخيار. عندنا البيت الثاني البلاستيك، مشروع زراعة البيتنجان. هذه المشاريع قائمة على الجمعية، وننوي إن شاء الله بعد إنهاء مشروع الخيار نبدأ بالزراعات الشتوية. الزراعة الشتوية مثل البصل، مثل الورقيات، شغلات زيك. هذه المشاريع مجدية للجمعية، ونتأمل إن شاء الله الدعم من الجهات ومن المانحة والجهات الرسمية بدعم الجمعية، لأن الجمعية هاي هي افتتحتها جلالة الملك رانيا بال2007، يعني جمعية قائمة والحمد لله أمورها كويس. عملية التسويق لهذه المشاريع، ما تقول لي مشروع خيار باذنجان، والآن تفكروا إن شاء الله مع هاي المواسم، موسم الخير، موسم المطر، كيف عملية تسويق هاي المشاريع للسوق المحلي؟ بالبداية الأولوية للمجتمع المحلي، والتسويق الحمد لله ماشي أموره وما في مشاكل عندنا بالتسويق نهائي، لأن أمورنا بالتسويق ماشية. والزائد عن حاجتنا أو عن المجتمع المحلي عندنا هنا في محلات هنا، يعني تأخذوا وتسوقوا، أمورنا ماشية الحمد لله.
وفي أيدي عاملة يعني مستفيدة من هذا المشروع. وعندنا مشاريع كثيرة مثل مشروع معمل الطوب يعني قائم بعد ومشروع كويس وفيه أيدي عامل. وعندنا أرض زراعية هنا زرعناها وضمناها لأحد المزارعين والأمور كويسة يعني الأمور متتبة الحمد لله. الحمد لله يعطيكم الله العافية. ننتقل الآن أيضا إلى أحد أبناء المنطقة. الله يعطيك العافية. نتعرف عليك. إياد سالم رحيل المسعيد، عضو مجلس المحافظة منطقة قضاء دير الكهف. تحدثنا كيف فكرتم بإقامة هذه المشاريع الريادية؟ يا سيدي هذه المشاريع الريادية يعني هي فكرة ليس وليدة اليوم، وإنما هي مشاريع جاءت بعد مطالبات شعبية من أبناء المجتمع المحلي لتلبية حاجات المجتمع المحلي. كون هذه المنطقة منطقة يعني جيوب فقر ومنطقة تبعد عن يعني مراكز التنمية، فإحنا ما عندنا أي يعني يعني مراكز تنموية إلا هذه الجمعيات التي ترفد أبناء المجتمع يعني بأعمال خيرية، وترفض أبناء المجتمع أيضا بالتكافل الاجتماعي، ونحن أيضا بحاجة للتكافل الاجتماعي في هذا الوقت. نعم، نتحدث عن مناطق دير الكهف تحديدا روضة الأمير علي، هاي المنطقة اللي دائما فيها ما شاء الله المشاريع الزراعية وخصوصا يعني في ثروة حيوانية، وعلمنا هناك مصنع صوف أيضا في هذه الجمعية. أهمية هاي المنطقة، وتعرف ما شاء الله الآن موسم الخير الحمد لله، أمطار الخير هذه الأيام، يعني شو دوركم أنتم في عملية مثلا توجيه مربي الثروة الحيوانية، توجيه المزارعين أبناء المنطقة للتركيز على القطاع الزراعي؟ أخي العزيز، هذه المنطقة كما تعلم هي منطقة يعني هي جزء من أرض الوطن الغالي على قلوب أبناء هذا الوطن، وهذا القضاء قضاء مترامي الأطراف، مساحته كبيرة، طوله حوالي 60 كيلومتر وعرضه حوالي 25 إلى 30 كيلومتر. هذا يحاذي الحدود السورية. ما عندنا مناطق زراعية في المنطقة الشمالية المحاذية للحدود السورية. هذه المناطق عندما يعني الله سبحانه وتعالى يبعث الأمطار مثل هذا اليوم يعني هي يعني منبع خير لأهلها، و يعني هناك اعتماد كبير من مربي الثروة الحيوانية على هذه المناطق، فيعني هذه المناطق تحتاج إلى لفتات كريمة من أصحاب القرار بأن ينصفوها بأي جانب تنمو. الله يعطيكم العافية. حياكم الله. يعني كما يعني نلاحظ، تحب تضيف شيء؟ تفضل. أنا في هذا اليوم المبارك أرفع آيات الولاء والانتماء لقائد الوطن في هذا اليوم الطيب، كما أنني لا أنسى الشكر الجزيل لكاميرا التلفزيون الأردني التي تنقل هم المواطن إلى أصحاب القرار، كما أشكر القائمين على هذه القناة المباركة. واجبنا. يعطيكم بارك الله فيك وجزاك. يعني كما تحدث الجميع أهمية هذه المشاريع الريادية، المشاريع الزراعية، هذا تركيز حقيقي. يعني ممكن زميلنا إدريس التركيز على القطاع الزراعي، هذا القطاع الهام، يعني نشاهد أبناء المنطقة يعني التركيز على هذه المشاريع الريادية الزراعية هي الهدف منها تشغيل المواطنين وتحقيق التنمية الزراعية المطلوبة في هذه المنطقة. نترككم هذه اللقطات مع الزميل إدريس انصيرات مع هذه الإطلالة الجميلة من منطقة روضة الأمير علي في منطقة دير الكهف في البادية الشمالية الشرقية.